السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم في قناة شفية المغربية. جاتكم بواحد الوصفة إن شاء الله عظيمة لإبطال السحر وإخراج العوارض. إن شاء الله غتكون هذه الوصفة تعم على كل واحد بالخير، وتنتمنى إن شاء الله هذه الوصفات يعجبوكم وهذه الوصفات يكونوا عليكم بالخير. وما تنسونيش في الاشتراك وفي تشاركوا معايا وتعاونوني وتفعلوا معايا الجرس ان شاء الله. واللي عنده شي حاجه وبغى يصيفطها ليا ويقول لي المشاكل اللي عنده وداك الشيء، راه الا كان بامكاني باش نساعده راه نساعده ان شاء الله، حيت انا دست من هذه المرحله ديال المس والسحر والعوارض وتعالج بهذه الوصفات، وبغيت نشارككم هذه الوصفات اللي حاولت انا نتعالج بهم. والحمد لله ما كنتش نعس بالليل، وليت نعس ما بقيتش نخاف، كنت نشعل الضو وكان ما نقدرش نعس في الظلام. كانوا عندي عوارض، ما كنتش نعرف بانني عندي عوارض. الحمد لله تعالجت وتشافيت، وكنت نقول اي واحد لقيته عن مريض ولا شي حاجه تنعاود ليه هذه الوصفات. ولكن دابا بغيت نشاركهم مع الناس كاملين، وبغيت ان شاء الله هذه القناه تكون تعم بالخير والسكينه والقران، ونتابعوا شي حاجه اللي فيها ذكر الله. يلا بسم الله نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. اولا نقول لكم هذه الوصفه تتكون من ثلاثه الوصفات وزيت العود، وهاد الوصفه ان شاء الله غادي تدهنوا بها الوقت اللي تبغوا تنعسوا، ديروها في الليل. الناس اللي عندهم المس، اي مس عارض، ان شاء الله يكون عندكم ان شاء الله بالخير والرباح. اولا نبداو ان شاء الله. عندنا القسط الهندي، معروف القسط الهندي. القسط اللي عندي عند العطاره، واخا داير الثمن شويه، تعطوك 100، تعطوك 1000 فرانك. عندك السانوج، عندك الفيجل معروف هو السداب، وعندكم زيت العود. نتوكلوا على الله ان شاء الله. اولا غادي نشدو هذا السداب، هو الفيجل. غنديروه هنا، نخويو هاد السانوج. كلشي تخليوه مطحون، كلشي ديروه مطحون ان شاء الله. الا انا حيت كثرت السانوج غادي ندير النص ديالو. المهم نتوما ديروها جوج درهم، ولكن القسط اصلا شويه غالي، تاخذوا 100 ريال قسموه على جوج مرات ولا ثلاثه. المهم انا حيت طحنت بزاف غادي تخلطوه مزيان هادشي، تخلطوهم مزيان شي غتخلطوه. حاجه وحده غتقراو عليه، غتقربوا لفمكم وتقراو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. تقراو الحمد سبعات المرات، وتقراو المعوذتين سبعات المرات، وتقراو راه نخليها لكم في الرابط هذه القراءه. فوقع الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تقربوا القرعه لفمكم وتقولوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 70 مرة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 70 مرة، والحمد سبعات المرات، والمعوذتين سبعات المرات. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحركوها تخليوها نهار تقريبا، الغد ليه تبداو تدهنوا بها. واخا دوك العويدات طالعين وداكشي تحاولي تهزي منهم تدهني لحمك من السرة، من الدبر، من القدام، البوط، الظهر،
الكتفين ان شاء الله والرجلين. الا عندكم شويه المسك زيدوه راه مزيان ان شاء الله. الله يشفي امتي محمد كلها، الله يشفي امتي محمد كلها، الله يشفينا ويشفيكم. وهذه من امكم الشفيه المغربيه. وتفعلوا معايا الجرس وتشاركوا معايا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللي عنده شي كومونتير ولا بغى شي حاجه في نطاق امور ربانيه بعلاج القران ان شاء الله اللي بامكاني نساعدكم بداكشي اللي سنعرف. اهلا وسهلا، يلا الى اللقاء.